لا توجد خطوة عملاقة تصل بك إلى ما تريد، إنما يحتاج المرء إلى الكثير من الخطوات لتحقيق النجاح. في عام 1404 للهجرة كانت أولى خطوات الحامد عندما تخرج من جامعة الملك سعود حاملاً شهادة البكالوريوس العلوم في الهندسة المدنية في تخصص هندسة مصادر المياه والهيدروليكيا، ليلتحق مباشرة في العمل الأكاديمي حيث عين معيداً في الجامعة، ليصعد السلم الأكاديمي من أوله ويكتسب خبرته بكافة مراحله. وفي عام 1407 نال شهادة الماجستير في ذات التخصص من جامعة الملك سعود، حتى قرر أن يسافر إلى برمنغهام في بريطانيا لينهل من علمهم ويكتسب من خبرتهم، ليعود حاملاً شهادة الدكتوراه في الفلسفة في الهندسة الصناعية. بدأ رحلته كأستاذ مساعد في عام 1412 للهجرة، فكان الملهم لطلابه والمعين لزملائه، حيث عين رئيساً لقسم الهندسة المدنية في جامعة الملك سعود. وها هي خطوات النجاح بدأت تكبر أمام عينيه، ليقود القسم الذي تخرج منه ويساهم في تحقيق أهدافه الأكاديمية، حتى جاء قرار معالي مدير جامعة الملك سعود بتعيينه عميداً لكلية الهندسة، فبدأت رحلة التغيير واكتساب المهارات القيادية والخوض في التجارب الأكاديمية والمشاركة في اللجان داخل وخارج الجامعة. في هذا الزمن الذي تسابقت فيه التقنيات وتدفقت فيه المعلومات وتقاربت فيه الشعوب وأصبح الاقتصاد محركاً رئيساً فيه، أصبح من الضروري أن نسارع الخطى لمسايرة هذا التقدم التقني والاستفادة منه، وأن نهيئ الظروف المناسبة لمسايرة هذا التطور الهائل والمنافسة فيه. الجامعات الحقيقة، وأتكلم بثقة عن كلية الهندسة في جامعة الملك سعود، هي إحدى الكليات الرائدة في مجال البحث العلمي، وهي الآن متسنمة الريادة على مستوى العالم العربي في عدد براءات الاختراع المسجلة في أوروبا وأمريكا. كما رأس وشارك في عضوية العديد من المجالس العلمية والعمادات المساندة، لفت الانتباه وحقق الإنجاز، فتم اختياره وكيلاً للدراسات العليا والبحث العلمي في جامعة الأمير سلطان ابن عبد العزيز. نقل خبراته المتراكمة من جامعة الملك سعود إلى جامعة الأمير سلطان، فصنع وهندس وقرر، وكان قريباً من المجال الذي يحبه البحث العلمي، فوضع بصمته البحثية وتجاربه العلمية ليمهد الطريق للباحثين في الجامعة ويقودهم لتحقيق الإنجازات، حتى جاء الأمر الملكي الكريم في رمضان من عام 1438 للهجرة بتعيين الحامد مديراً لجامعة الأمير سلطان ابن عبد العزيز بالمرتبة الممتازة، فنال معاليه شرف الثقة الملكية وشمر عن ساعديه لخدمة وطنه، فحلقت جامعة الأمير سلطان ابن عبد العزيز عالياً في سماء العلم والمعرفة والبحث العلمي، فحققت نجاحات بحثية وخرجت أجيالاً يفخر بها الوطن، فكانت جامعة الأمير سلطان في عهده نبراساً للبحث العلمي، حيث شهدت الجامعة تطوراً ملحوظاً في البحث العلمي حسب إحصائيات النشر في شبكة العلوم وفي قاعدة البيانات سكوبس، لما حظي به البحث العلمي من اهتمام ودعم من قيادة الجامعة مكنها من تحقيق أرقام قياسية متفوقة على العديد من الجامعات في المملكة. وفي التخطيط الاستراتيجي عمل الحامد مع فريق العمل في الجامعة على تدشين الإصدار الثاني من الخطة الاستراتيجية برؤية طموحة مواكبة لرؤية المملكة 2030. كما حصلت الجامعة في عام 2019 على الاعتماد المؤسسي الكامل لمدة 7 سنوات، وفي الاعتماد الدولي ارتفع عدد البرامج المعتمدة ل26 برنامجاً معتمداً اعتماداً دولياً، واحتلت الجامعة المركز السادس بين الجامعات السعودية في عام 2020 في النشر العلمي. كما حازت الجامعة في أول سنة من تولي الحامد لرئاستها على جائزة التميز التعليمي الإلكتروني للمؤسسات التعليمية وجائزة البلاك بورد الدولية للتميز في قيادة التغيير في التعليم الإلكتروني،
وجائزة التميز الرقمي من وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، وعلى نطاق المشاريع والبنية التحتية. أشرف الحامد خلال فترة تكليفه على استكمال العديد من المشاريع في جامعة الأمير سطام، كما أنشأت الجامعة مركز تطوير المحتوى الرقمي ومركز تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها وصندوق طلاب المنح ومركز ريادة الأعمال رواد، واستحدثت أكثر من 20 برنامجا للماجستير. وفي ختام مسيرته المتنوعة، ودع الأستاذ الدكتور الشاعر جامعته جامعة الأمير سطام بكلمات وداع حانية صاغها من القلب، كما استقبل سيلا من ردود الفعل تعبيرا وحبا وإخلاصا لقائدهم. فكان الوداع عنوانا للانتقال لخدمة الوطن في مكان آخر يحقق به نجاحاته العلمية والشخصية. اليوم جامعة الأمير سطام أثبتت وبدون مجال للشك بأن أبنائها وبناتها وأعضاء هيئة التدريس جميعهم قادرون على المنافسة، وجميعهم مستعدون للمساهمة في بناء المملكة العربية السعودية الجديدة. فشكراً لما قدمت لوطنك، ويحق لجامعتك أن تفخر وتحتفي بك.